ايه احمد؟ بخير بخير لبيس الحمد لله. فيقتك من النوم؟ قلت كيف فقط ابني شو موت التعب وقريت وخير الحمد لله في صبحت في حالة اليوم. حتى انت اجتماعاتي كاملة زعما يلزمنا نبرمجوا نعرفوا شنو باش نعملوا اخي ندوروا بعد كل حد يروح يجي داره. زعما مش كنت مترشحة الرئاسة وانا في باريس؟ ايه قلت الله يعني استغرب شيء. شبيك يا احمد؟ لاباس الحمد لله. ليك تاكلوا فايت عاد ما عندك حاجه مهمه مش تحكي اخي. جاتك تعليمات باش نتعاملوا مع حاله النهضه؟ اي شكون قال لك؟ ما هي حاجه ما نجوش نحكي لك. شنو ما انت عملت حاجه من راسي المهم انا شكون اللي قال لك اخذ محرتنا؟ يعني قلت لك ما نجمش نقول لك حاجه سريه دي ما نحكيهاش. انا مأمنيني باش نمشي نحكي نهرمل هاو فلان قال لي اخذني تحب تثبت انت ورايا برايس اللي عندك نمرو واطلب وقول له اخي اسم عادي نتعاملوا مع النهضه ولا تنجيتك هو في بلاصه. شو تثبت ورايا اخي انت توا تكلمي في الجماعه ما قلت لهم تعاملوا مع يا ودي يا احمد ما تحاسبنيش فضلك ما عادش تطلبني وما عادش تتصل بيا جمله. انا ساعه فسخ نمرويا باهي باهي حتى نصيحه ما تنصيحه.